هلا شباب، شلونكم؟ احوالكم، اموركم، دنيتكم؟ اهلا بكم بالحلقه الاولى. عندنا اليوم مقلب ويا من ويا الدفان على العميه الكعبي. راح نخابره ونقول له انت دفنت عمي وعمي طلعت جوا سونده وفاضي القبر، وهسه ريدك هسه شوف لنا شغله، شوف لنا شاره، يعني ما اريد شوف لنا شاره. راح نتصل عليه وشوف شنو رده فعله. ضل وياك. الو، السلام عليكم. سلام اغاتي. الدفان على العمية مو؟ اي اغاتي، انت تضحك علي على الناس يعني مثلا؟ يعني تضحك على الناس انت مثلا؟ ليش؟ والله قبل كم يوم يعني دفنت عمي، وهسه عمي يم القبر احنا، وطاقه صونده جوا القبر، صونده ما ادري مي فيضانات يم القبر. هسه شنو هاي؟ وين؟ شنو وين يا غاتي؟ شنو وين يعني تضحك علينا انت؟ شنو وين؟ طاقة صوند هاي فضانات طالعة من يم القبر. طالعة شنو؟ اقول له طالع مي شنو مي؟ يعني جير مي طالع، يعني شلون هذا عمي هسه؟ وين صاير عمك مدفون؟ وين؟ شنو وين مدفون يا اخي؟ انت صار لك يومين من دفنته، هم اعطوني رقمك وقالوا له هذا اتصل علي. طالع ماي عين مال ماي طالعة؟ اي طالع مال ماي. وين صاير؟ شنو وين صاير؟ يا انت دفان وما تدري وين صاير؟ شو وقت دفنت وشو وقت ما دفنيت؟ انا ايش مدري، انا ما شاء الله قبور النجف ايش كثرها، وين اعرف المكان اني؟ يا وين صاند مال ماي طاقه؟ انت ما تعرف ايش وقت دفنت؟ صار لك هيك اربع ايام لو خمس، يعني ما تعرف؟ طاقة صوندة مال ماي؟ ايه. وين، بالقديمة لو بالجديدة؟ لا بالجديدة. مين لك صوندة مال ماي؟ ما ادري، سأل روحك يا اخي، سأل روحك. انا راح يعني يمكن اقيم شكوى عليك، يمكن يعني شلون هيك يعني تدفنوا هذا عم راح؟ شلون يعني شلون؟ انا مسيت عليك رحم الله والديك وما قصرت. سولف عدل. يعني انا شنو مقصر وياك؟ ما تعرف السولف انت يا اخي. قاعد اقول لك هذا القبر مال عمي، قاعد دفنته انت بيدك وهذا قاعد يطلع مي من القبر، يعني شلون؟ اي يعني خير، يعني خير، حسنات عنده هواي. شلون؟ حسنات عنده هواي، خير من الله. عنده حسنات؟ خير من الله، هذا مو من واحد. ما ادري يا اخي، ماي هذا قاعد يجري حيل، ما ادري نفوت. وين انت، بالاستقبال لو بالغرفه؟ يا عرفني على صوت الغرفة غير اللي قال انت وين، بالاستقبال او بالغرفة؟ والله يا دفان عمي، هاي فقرة مال المقلب. اذا نجحت هاي الفقرة راح اسوي فقرات بعد اكثر. اذا عجبك اشترك واعطي لايك. باي.